مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح البسمة والأمل. لقاء جديد مع حضراتكم من برنامجنا أسرار الرؤى في بداية يوم جديد. أتمنى يا رب إن شاء الله يكون يوم خير وسعادة على كل اللي بيشوفونا وعلى كل أمة الإسلام بإذن الله. زي ما تعودنا، خلوني في البداية أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة منة طلاق. أستاذة منة، صباح الخير. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي ومشرفانا النهاردة. مشاهدينا الكرام، طبعا كالعادة أرقامنا هتلاقوها موجودة على شاشتنا، تقدروا تتواصلوا معنا على الهواء مباشرة، بالاضافه لرقم الاس ام اس تقدروا تبعتوا حلمكم او اي حاجه عايزين تبعتوه تقولوها لنا في رساله، هتلاقوا برضو رقم موجود على الشاشه. وخلونا نبدا كده بمجموعه رسائل سريعه كانت موجوده معانا. طيب قبل ما ابدا، تقريبا بدات الاتصالات، خليني اخد اول اتصال في حلقه النهارده. معايا الاستاذه ايمان. استاذه ايمان، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ هاني؟ اهلا بحضرتك. هكمل استاذه منى وصح. ازيك يا ايمان؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. عندي بس اربع احلام بس، يعني مش سؤال يعني. ماشي، اتفضلي يا مو. بقولك هي الطياره، انا حلمت ان انا راكبه طياره ومسافره، بس الطياره ديت زي ما اكون كده وقفت في ميه، واحنا نزلنا من الطياره ده عشان نروح نصلي. والطياره نزلت في الميه؟ اه نزلت في الميه، بس ما وقعتش، هي نزلت في الميه كده لوحدها، وبعد كده نزلنا من الطياره عشان نروح نصلي يعني. لا ده انا جات من هم وتعب ان شاء الله يا ايمان. طيب ماشي. بصي انا اختي حلمت لي ان هي خدتني، رحنا لدكتور نفساني، وبعدين الدكتور النفساني دوت يعني ساكن في مكان، المكان ده في ميه وفي ارض، يعني ارض فيها خضره وحاجات زي كده. وبعدين قال لي عشان تخفي لازم يعني تعملي حمام ميه، ولقيت الطرحتين بتوعك دول تحطهم في الميه، وبعد ما حطيتهم في الميه راح اخدهم دفنهم في الرمله. الرمله دي كانت جنب العياده بتاعته. بس كده. لا، اول حاجه ان ديت بتدل على انك ما تروحيش لاي حد، انت استشرتي استشاره غلط، وان شاء الله انت اللي فيكي ده كله 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 مجرد وساوس من الشيطان، وان شاء الله هتنتهي وتروح بامر الله. بس برضو يا ايمان، زي ما احنا متفقين، هيئي نفسك انك تكوني كويسه، لانك هتتعبي كل ما هتسمعي فكره جديده هتتعبي، فحاولي تهيئي نفسك. طيب ماشي. بقول لك انا حلمت ان في ازمه، يعني ازمه انابيب في البلد فظيعه، والناس عماله تمشي من البلد عايزه تروح تاكل في اي مكان تاني. ده مش وانا وجوزي ماشيين حاطين ايدينا في ايد بعض، بس انا كنت لابسه غوايش كتير قوي وعماله داريها عشان الناس مش تاخد الغوايش مني، وعماله داريها كده تحت العبايه بتاعتي، بس انا اصلا في الحياه ما معيش غوايش. حاضر يا ايمان. حاضر حاضر. ماشي. حاضر يا حبيبتي. حاضر. ماشي. طيب استاذه ايمان، انا هستاذنك معلش، هنكتفي بالثلاث احلام دول كده عشان عندنا ضغط تليفونات، بس انا بعتذر لك. اسمعينا كده دلوقتي من التلفزيون، وشكرا على اتصالك بينا. اول حاجه دي رساله رايحه لك يا ايمان، يعني حاجه كده سبحان الله، ربنا بيقول لك اهدي علشان خاطر المشكله اللي انت فيها تبقى مشاكلنا كلنا الفتره الجايه، والله اعلم. فدي حاله طبيعيه للزمن اللي احنا بنمر بيه. والله طيب. والله اعلم. مشاهدينا الكرام، معلش عايز اتفق مع حضراتكم انه احنا بس في كل اتصال يعني ماكسيمم او بقدر الامكان هناخد حلمين فقط، عشان بيبقى ضغط التليفونات عندنا كتير، فندي فرصه ليه طبعا المشاهدين الكرام ان هم يقدروا يشاركوا ياخدوا حقهم زي الباقي بالظبط، فهنكتفي بحلمين. انا بعتذر طبعا لحضراتكم عشان ضغط التليفونات. معايا اتصال جديد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مين معايا يا فندم؟ استاذه مشيره. مدام مشيره. اتفضلي يا حبيبتي، معاكي. لو سمحتي حضرتك انا اسالك في حلمين، انا حلمت حلمين. اتفضلي يا حبيبتي. اول حلم حلمته من يعني من حوالي 3 سنين كده، انا متجوزه ومعايا بنتين. بس الحلم ده حلمته انا في الحلم بنتي في بيت اهلي زي ما انا. وفوجئت في وقت الغروب كده وانا قاعده يعني ايه في البلكونه، كان معايا اهلي وكده، وقاعده وببص لقيت في وش في السماء ظهر وبينادي عليا. فانا بصيت على الوش ده واستغربت قوي، هو مش وش حد اعرفه، هو وش قلب السحاب كده. ففضل ينادي عليا، وبعدين انا خفت قوي منه، فعمي قال لي ما تبصيش وما يعني ما تدوريش عليه، ما تبصلوش خالص. وانا كل شويه برجع ابص له، هو بينادي عليا وانا ببص له. وبعدين نمت، ده في الحلم برضه نمت، وصحيت الصبح، فانا قلت ضوء الشمس ممكن يكون ضيع الوش ده، عايزه ابص للسماء وخايفه. المهم يعني جمدت قلبي وبصيت برضه، لقيت نفس الوش موجود في السماء. انا من ساعتها والحلم ده شاغلني، مش عارفه يعني ايه. حاضر يا حبيبتي. حاضر حاضر حاضر. نقول لها تفسير الحلم ده ان عندها واحد تاني. بس اول حاجه الرؤيه دي معناتها ان الشيطان كان بيلعب بيها عشان يعمل لها عمليه خزل في نفسها، وان هو يضحك عليها في دينها. لو سمحتي حضرتك معلش انا مش سامعاكي كويس، اقول لك الحلمين واسمعك في التلفزيون ممكن؟ طيب اتفضلي. الحلم التاني. الحلم التاني ان انا معايا بنتين زي ما قلت لحضرتك، بس انا حلمت ان انا خلفت ولد وما ايه يعني ما سميتوش، جات يوم العقاقه بتاعته بس ما كنتش اطلقت عليه اي اسم. وبعدين في ناس صحاب جوزي جايين له يعني نقطوه. فبعد ما مشيوا
سالته اصحابك نقطوك بايه؟ قال لي تعالي هوريكي. فالمهم بصيت لقيت الترابيزه مليانه مصاحف كبيره وصغيره جديده جدا. فالمهم بقول له ايه ده؟ قال لي هي دي النقطه. قلت له خير يعني المصاحف دي خير. المهم لقيت في قلب المصحف المصاحف مصحف قديم جدا، فبقول له ايه المصحف ده؟ راح قال لي ده واحد صاحبي يعني على قده وكده، فما قدرش فجاب لي مصحف ابنه نقطني بيه. المهم انا قلت له طب ما اشوف اسم الواد ده ايه. فتحت المصحف لقيت اسم الواد يعني موجود معاذ، لكن اسم الاب مثلا والجد اللي بعدين مش ظاهرين قوي. فيعني تفاءلت خير بالحلم، بس انا عايز اسال. طيب شكرا ليك على اتصالك بينا، اسمعينا كده دلوقتي من التلفزيون سريعا وخير ان شاء الله. اول حاجه الرؤيه الاولانيه والله اعلم كان لعبه من الشيطان بيها عشان يعملها خذلان في دينها وفي نفسها، دي الرؤيه الاولانيه. اما الرؤيه الثانيه ان شاء الله بتدل على الولد اللي هي ما سمتوش، وبعد كده في مصاحف هي ما شافتها، فبدون ان شاء الله دي بشره طيبه لان هي هتجيبه، هي مش مستعجله عليه، بس الرؤيه فرحتها، لكن ربما ان شاء الله ربنا يكتبها لها فعلا ان شاء الله. يعني خير الله ما جعله خير. مستمرين في استقبال تليفونات حضراتكم، معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه ناهد اتفضلي. ممكن اكلم الاستاذه منى؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انا اختي يعني في مشاكل بينها وبين ضرتها، وصلت عليها صلاه الاستخاره كذا مره، وكل ما تشوف الرؤى تشوف ان بنتها بنت ضرتها ديت ميته، يا تقع من على حاجه عاليه وتموت. ومره ثانيه ان هي خاطفه اختي، واختي حاولت تطلع وطلعت من الحته اللي هي خاطفاها فيها، وجت ديت ضرتها مسكتها عايزه تقتل اختي. هي مأولاها؟ واحد راح اخد اختي قال لها تعالي تعالي احنا بلغنا البوليس. فبديكي ماسكه فيها عايزه تموتها، فببص لقيت بنت ضرتها ديت عندها 3 شهور، هي وقعت من على حاجه عاليه ماتت. مأولين بعض في كلام؟ ايه؟ مأولين بعض في كلام الاثنين؟ يعني في شك في العياله، وجوزها كان عايز يعمل للعيله تحليل وهي رفضت، هددته يعني بالورق اللي هم ماضيين ورفض. فجي ضرتها ديت بنتها وقعت من على حاجه عاليه ماتت، وضرتها دي بتبص لقيت تتلم عليها دود اخضر كتير قوي غطى جسمها كله بقى ياكل فيها. والراجل اللي هو انقذ اختي دي خدها وطلع يجري بيها، قال لها تعالي تعالي سيبكي منها، وخدها وطلع يجري بيها، وديكي ساب الدود ملموم عليها عمال ياكل فيها. طب بص يا مدام ناهد، بص عشان بس ما يبقاش حرام، صلى على النبي. ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه ان شاء الله ان شاء الله البت دي تنسب لابوها. ايه؟ الرؤيه ديت البت ديت بتنسب لابوها اللي هو موجود معاها حاليا. فبلاش تشكيك وكده عشان ما يبقاش حرام، لان الرؤيه دي بتوضح ان هي بنته. فربنا يستر عليهم. اتمنى التفسير يكون وصل لحضرتك بوضوح يا مدام ناهد، بشكرك على اتصالك بينا، ويعني خير ان شاء الله، ونتقي الله في معاملاتنا يا جماعه مع بعض. يعني ده احنا مش عارف يعني لما نوصل للمرحله دي اعتقد هيبقى شيء صعب جدا، مش سهل. فارجو من الجميع انه يتقي الله في معاملاته في بيته في اسرته في كل اللي حواليه، وان شاء الله يا رب يعني يبعد المشاكل عن الجميع. خليني اخد رساله سريعه. استاذه منى بتقول علمت ان والدتي كانت بتنظف تحت الحمام، وكان في حمامه بولدها يعني بولد صغير بتاعها كده، وتقول كنت عاوزه انظف مكانها. هو ان شاء الله الحمامه هنا بيدل على زوال الهم، اما الحمامه اللي كانت معاه والدتها وهي عايزه تنظف مكانها فان شاء الله بيدل على الخير وعلى تنظيف حياتها للابد بامر الله. بامر الله. طيب دي بشره خير باذن الله. مشاهدينا ما زلنا بنتواصل في استقبال تليفونات حضراتكم. في معايا اتصال جديد. ام احمد سلام عليكم. ازيك يا استاذ هاني؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي اهلا بيكي. انا النهارده حلمت حلم كده وانا بصلي استخاره قبل ما انام يعني. ماشي يا حبيبتي اتفضلي. بستخير ربنا في موضوع كده. فانا حلمت لما نمت كده حلمت ان انا زي ما يكون في ذبح، حد هيذبح، وانا ماسكه ايد في إيه كيس في ايدي زي ما يكون كيس لحمه. فعيالي ماشيين جنبي احمد ومحمد. فوانا ماسكه الكيس وماسكه عيالي، فببص لقيت في واحده اسمها فوزيه برضو بتذبح زي ما يكون بتفرق لحمه. ففي واحد معدي من عندها ماسك كيس لحمه صغير كده في ايده. فده انه ماشي جنبنا انا وعيالي. فانا ماسكه الكيس انقله من ايدي لايدي، وعماله امسك عيالي احديهم عشان الراجل ده ماشي ورايا، ده انه ماشي ورايا، ده انه ماشي ورايا، بس انا ماسكه العيال وماسكه الكيس ده في ايدي. بس ده اول حلم يعني، معايا حلم تاني. حاضر يا حبيبتي. اول حاجه ان شاء الله الامر اللي انت فيه هتنجي منه وتوكلي على الله فيه، لان كده انت بتحمي عيالك وفوزيه من الفوز في الامر اللي انت ماشيه فيه. يعني في خير باذن الله جاي بامر الله يا حبيبتي، لان انت بس متردده حته انك تودي ابنك هنا او عيالك هنا ولحمه من هنا، ده التردد بتاعك، بس توكل على الله لان فينا فوزيه. ماشي حاضر، يعني في نصر باذن الله وخير جاي ان شاء الله. الخير كله عند ربنا والله اعلم. الله اعلم. طيب انا مرات اخويا بقى حلمت ان هي طالعه ان في حد اداها فلوس قال لها روحي اتسوقي.
راحت هي خدت الفلوس راحت تتسوق، فربنا مبارك في الفلوس عماله تتسوق وتجيب حاجات، بتقول الحمد لله يا رب الحمد لله بجيب طلبات للعيال. فهي راجعه من السوق لقت واحد اسمه سامح طالع من الجامع، فقعدت تقول يا رب ادينا يا رب ادينا ونبني جامع زي ده باذن الله. بس ده تاني حلو خلاص. طيب يا ام احمد شكرا على اتصالك بينا، اسمعينا كده الوقت من التلفزيون وخير ان شاء الله. ان شاء الله في عطيه طيبه لو في انفراج جدا في المال وفي قضاء دله، وان شاء الله ربنا يسترها عليها ومش حاسس حد بيها خالص. ان شاء الله خير برضو، بشرة خير كويسة يعني. بتمنى يكون التفسير وصل بصورة واضحة يا ام احمد. اخد اس ام اس سريع، بتقول انا حلمت ان اختي اعطتني زجاجة برفان وانا اعطتها بلوزة حمراء، بتقول احنا الاثنين متزوجين. اللي هنا اللي ادت للاولانيه البرفان وكده، فدليل على ان شاء الله الخبر الطيب، واللي ادت لها بلوزة الحمراء دليل على بشارة، هتقول لها ان شاء الله هيجي لك عريس بس عصبي شوية. طيب والله اعلم. طيب قبل ما اخد الاس ام اس اللي بعدها، في معايا اتصال، ناخد اتصال جديد. ام خلود سلام عليكم. بارك الله فيكم يا رب، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. يا رب رب امين يا رب. شكرا الله يخليك. اتفضلي حضرتك يا استاذه منى. ازيك يا حبيبتي، اهلا بيكي. لو سمحتي يا استاذه منى اتفضلي. حبيبتي شاف لي رؤيه ان انا بيركبني سيرفيس ماشي، فبيقول لي انت راكبه السيرفيس لابسه فستان ابيض محجبات وراكبه لوحدك في السيرفيس وفاضي، فانا بوصلك من على الموقف عشان تركبي تروحي بالبيت، فلقيت السيرفيس بيلف كده لقيت فيه 14 واحده معاكي، يعني ايه 13 وانتي يبقى 14. برده محجبات ولابسين فستان ابيض وايه، ورحت بقى فانا بسال بقول ايه ده كانت راكبه لوحدها، ايه العرايس دي كلها؟ فلقيتك رحت ماشيه، فانا ايه قلت يا ده انا نسيت اديها الاجره، فبتصل عليكي افتكرت ان انتي ما خدتيش التليفون، فعماله اسال اقول يا لابسه فستان ابيض ورايحه فين؟ فبيقول لك كنت محجبات انتي واللي معاكي. ماشي؟ ممكن اقول لك الرؤيه الثانيه؟ طب لحظة واحدة، حاضر ان شاء الله. دي بتدل على في شيء انت مستنياه. طيب نعم علي صوتك كده. في شيء ان شاء الله انت مستنياه، طيب ربنا فعلا هيدولك، وعلى فكرة حالك زي حال ناس ياما، فاحمد ربنا وان شاء الله ربنا هيديلك وهيبشرك ببشرة طيبة هترضيك وترضي جوزك ان شاء الله. الله يبارك لك يا رب. طيب اعتقد فقدر اتصال مع ام خلود. ام خلود لسه معنا؟ طب كملي اتفضلي يا فندم. انا حلمت اول امبارح ان انا صليت، يعني صليت في المنام، فبعد ما صليت سمعت اذان وانا بصلي بقول سبحان الله وبحمده، يعني بقول الاذكار بتاعه الصلاه. فانا بصلي لقيت المغرب بيدن، لقيت الاذان بيدن، يعني بعد ما صليت وانا بقول الاذكار، فبقول ايه يا ده المغرب ادن اما افطر بقى عشان انا صايمه. ففضلت اتردد هيجي ثلاث مرات اما افطر بقى عشان انا صايمه، فضلت اسبح ربنا. يعني ده الحلم الثاني. واحده صاحبتي بقى حلمت انها مسكت البوكي. طب ثواني يا ام خلود، ام خلود بس معلش انا بعتذر لك، احنا قلنا نكتفي بحلمين. ده هو دي رؤيه يعني ظننه. طب نفسر اللي انت قلتيه بس عشان ما يحصلش لخبطه بعد اذنك. هي ان شاء الله لها مراضيه عند ربنا، ربنا هيرضاها ان شاء الله. وهنا الاذكار بيدل على الاحياء في الخير، هي وجوزها ان شاء الله، وفي حاجه جوزها نفسه فيها قبليها وربنا يديها لهم بامر الله. بامر الله. اتفضلي يا ام خلود سريعا. واحده صاحبتي حلمت انها مسكت البوكي بتاعي زي البوكي بتاعي. بس كده؟ طيب شكرا يا ام خلود، اسمعينا الوقت بالتلفزيون كده وان شاء الله تفسير الحلم الثالث الاستاذه منى هترد عليكي فيه وخير باذن الله. اللي واحده ماسكه البوك بتاعها والله قلم حد بيتلصص على عيشتها، اللي الاكل والشرب والمصاريف وكده حد بيتلصص عليها، وعايز يعرف اللي جاي واللي رايح عند امه كده، وحاول ان انت على قد ما تقدر تستوري نفسك. طيب يعني مشاهدينا الكرام خير، الله ما جعله خير، بيتواصل استقبال تليفونات حضراتكم. معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. الو استاذه اماني. طيب اعتقد فقدنا اتصال مع الاستاذة اماني، بعتذر لحضرتك، حاولي تكلمينا مرة تانية. ناخد اس ام اس سريع، بتقول قريبة جوزي حلمت بانه جده بيقول له خد التوب الابيض ده لابنك وروح لستك وخد منها بطانية. جده يعني متوفي، وبتقول احنا لسه ما عندناش اولاد. هو ان شاء الله الطوب الابيض ده بيدل على البنيان الصح وبيدل على الصبر ان شاء الله، اما البطانية فبيدل على الستر والعطية الطيبة وامر الله، بس اصبر. طيب ان شاء الله مشاهدينا الكرام، طبعا حابب افكر حضراتكم باللي حابب يعني يتواصل مع الاستاذه منى طلاق خارج وقت البرنامج، هو في رقم الخط الساخن يقدر يكلمها من اي محمول على 1756 ويختار الرقم الداخلي رقم 2، سواء في تفسير حلم او استشاره او علاج، وان شاء الله خير. وخلينا نكمل تليفوناتنا مع حضراتكم، في معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. طيب فقدنا الاتصال، في معنا تليفون جديد. الو السلام عليكم. الو الو صباح الخير. صباح النور.
صباح الخير استاذ هاني معايا. ايوه مع حضرتك يا فندم، مين معايا؟ اهلا صباح الخير، معاك مدام ناديه محمد علي اسكندريه. اهلا مدام ناديه واهلا باهل اسكندريه. اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير علينا. اهلا بيك يا حبيبه قلبي، اهلا بيك، صباح النور. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. انا مش هعطلك، انا عايزه اقول لك حلم سريع كده باذن الرحمن، هو خاص بابن اختي اللي حلمه مش انا. الحلم بيقول ان هو كان في بيت عندي وشاف عندي تعابين كتير قوي قوي، بس قال ان هي كانت كلها سالمه ما بتاذيش حد. وواضح انها في البيت مش يعني حاول يمشيها ما مشيتش، وكان اكلها ضفادع فحاول يمسك الضفادع اللي موجوده دي ياكلها، فالضفادع اتحولت برده لتعابين صغيره. لكنه بيقول ان هو بعد ما ساب البيت عندي ومشي لقى في السكه زي ما يكون فيها حاكم او حد ظالم، والبلد اتخلصت منه والناس فرحانين قوي وبيقولوا الحمد لله الحمد لله، احنا كان في شر وحش ومشي والخير ملى البلد بطريقه غير عاديه، لدرجه ان الناس كانت قربت تبيع الحاجه ببلاش من كتر الخير، الخير كان مالي البلد والناس عماله تبص ايديها وش وضهر. كويس؟ لكن هو بعد كده شاف في حلم تاني معلش انه في زي اسد كبير بيهاجمنا، اسد ضخم، وان الناس راحوا جابوا كلب ضخم برده علشان يحارب الاسد ده. واللي حصل ان الكلب ده فعلا هزم الاسد. هزمه وبعدين رجع لنا، فالناس خايفه منه لانه قالوا ده هيبقى راجع يعني هايج وشرس وكده، فهو قال لهم لا يعني الاسد قال لهم ما تخافوش، ده انا تعبت قوي قوي على بال ما اتخلصت من الاسد ده. فهم راحوا رجعوا عليه وقالوا له طب يعني خدوه في حضنهم وطبطبوا عليه وقالوا له احنا هنعالجك من الجراح، قال لهم لا ما فيش ولا جراح ولا حاجه، يعني ما فيش اي حاجه، كل شيء كويس الحمد لله على كل حال. وخلص على كده. انا متشكره قوي. شكرا يا حبيبتي. طيب يا مدام ناديه شكرا ليكي على اتصالك بينا، وتحياتي لاهل اسكندريه اسماعيل من التلفزيون، وان شاء الله خير باذن الله. هما الرؤيتين دولت مهمين جدا جدا، بس مش عارفه اتكلم فيهم ولا مش عارفه، بس لا اتكلمي. بصي من انا مش عايزك تسكتي يعني. موضوع التعبين اللي بيتها وكده فبيدل ان في اعداء من قلب بيتها بيخلطوها، وناس بتعمل نفسها كويسه وعارفه ربنا وبتتكلم دايما بالدين وكده، بس هما في الاخر بيبان منهم حاجات مش كويسه. لا خلاص، بس هي بتعرفهم بتحاسب ربنا عليهم. اما الرؤيتين التانيين فبيدل على يعني تعديل الحال وكده للاحسن، وفي هنا هتحصل مشكله بين السيسي وبين الرئيس محمد مرسي، و حاجه سياسيه يعني كده. كويس يعني حاجه سياسيه. مش عايزين ان احنا مدام ناديه نعمل يعني تشتيت بس شويه. يعني خليني اقول لحضرتك، طبعا سمعتي تفسير الرؤيه الاولانيه، الرؤيه الثانيه بتاعت حضرتك يعني قد يكون لها مقارب سياسيه او تفسير سياسي، واحنا عايزين البلد للاحسن سواء اي حد مسك، احنا عايزين طبعا البلد للاحسن، بس هي الرؤيه مفسره نفسها في حاجه كده. طيب يعني نقول خير، اللهم اجعله خير، سامحونا لو مش هنقدر نتكلم يا جماعه، لكن خلونا يعني زي ما قالت الاستاذه منى نتمنى الخير للبلد وللجميع ان شاء الله. معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا يا فندم؟ انا تسنيم. اهلا بيك يا استاذه تسنيم، اتفضلي. بص حضرتك، هو انا كنت حلمت ان انا كنت بشوف ست كبيره كده، كنت قاعده في حته كده مش حلوه يعني، حته فقيره كده وكده، حتى شكلها مش حلو، شكلها مخيف كده ماشي. فانا كنت بروح اسلم عليها على طول واشوفها وكده، وبعدين هي بقى ايه، جت ماما وبابا راحوا سافروا السعوديه، وبعدين انا خفت اقعد لوحدي في البيت، فانا قلت انا هروح اقعد معاها، فانا رحت وقعدت معاها وكده. بس انا عايزه اعرف تفسير يا حمودة. حاضر جداً. حاضر يا استاذه تسنيم، بشكرك جدا على اتصالك بينا واسماعيل من التلفزيون، وخير ان شاء الله. الست الوحشه دي والله اعلم هي الدنيا هتتعبها شويه وكده، بس هي في الاخر هترضى برب بما كتبه الله لها، وهترضى بالواقع وهيتغير الامر كله ان شاء الله، بس هي محتاجه منها بس ان هي تاخد الامور بشكل طبيعي عشان تعدي على بسرعه. طيب خير ان شاء الله. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم في استقبال التليفونات، ومعايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مين معايا يا فندم؟ ازيك لسهان؟ اهلا بحضرتك. ازيك استاذ امين؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا بيكي. مين معايا؟ في رؤيه عايزه اقول لحضرتك عليها، دي استخاره. اتفضلي يا حبيبتي. انا كنت رايحه البلد عند بيت جده، وبعدين وانا رايحه قابلت واحده صاحبتي بس ما اعرفهاش، فقالت لي اوصلك، فوصلتني لغايه هناك عند بيت جده، وانا رايحه لقيت في خضار قدام البيت، فانا قعدت اخد منه الخضار ده واحط في كيس معايا، وبعدين طلع اخويا فبيقول لي انت اخدتي 500 جنيه مني، قلت له والله العظيم ما اخدتها ولا شفتها كمان. فانا كنت زعلانه، دخلت البيت لقيت مامتي دي متوفيه،
وفي واحد تاني متوفيه واخواتي. فبقول لها يا ماما ده بيقول لي ان انا خدت 500 جنيه. قلت له والله ما شفتها. قالت لي ما هو دايما بيقول كده على طول، دايما بيقول كده. فماما في كنبه عندنا فبترفعها، فلقيت ال 500 جنيه في واقعه في الارض، فبتقول لي هي 500 جنيه. فمسكتها وراحت بتقول لي هي 500 جنيه. فبقول لها شفت 500 جنيه كان في عليها تراب، فحشوا التراب من عليها واخدتها. قلت له شفت انت ظلمتني وما اخدش الفلوس. فانا دخلت كنت زعلانه ودخلت قعدت في اوضه جوه فيها السرير، قعدت على السرير، فهم دخلوا له كلهم وبس. مشيت على كده وعندي حلم تاني. حاضر يا حبيبي. طب نفسر ده الاول بعد اذن حضرتك. بس اول حاجه ده والله اعلم، والحمد ويعني ربنا ما يجيب عندكم مشكله يا رب. بتوضح ان في مشكله بينك وبين اخوك هتحصل او موجوده، واخوك ظلمك فيها جدا جدا، وانت بصبرك وانت مش عايزه تزعلي اخوك او هتخسريه ان شاء الله المحنه دي هتعدي وكده. بس انت محتاجه منك ان انت توضحي امرك في موضوع معين بينك وبين اخوك. اتفضلي حضرتك كملي الحلم التاني. في حلم تاني عندي انا 3 اولاد، جوزي متوفي. حلمت ان انا في ابني الصغير وابني الثاني زي ما يكونوا ميتين ومتغطيين بحاجه بيضة. وبعدين انا باباهم قاعد فبيقول لي لا في مصطفى صاحي. ها فانا رحت بشوف مصطفى صاحي ولا لا، قلت له لا ده مش مصطفى اللي صاحي، ده حماده صلاح اللي هو ابن خالتهم. فبعدين انا قلت طيب، رحت مسكت مصطفى وبشيله كده، لقيته زي ما يكون هيكل عظمي. وبعدين حاطينه على مصطفى اللي هو ابنك. مصطفى اللي هو ابنك ابني. هو عنده كام سنه؟ عنده 16 سنه كده، 15. اه وبعدين رحت بقى زي ما يكون هيطلعوه ميت وهيطلعوه، انا عماله اعيط عليه. وبعدين زي ما يكون باباهم احنا وباباهم راكبين العربيه ورايحين مكان واسع كده، وانا زي ما يكون هغير هدومي، بس في ناس كتيره. فانا بقول للناس ليه بتبص علينا، احنا قعدنا في اوضه كده زي ما يكون بروفا، فانا قفلت الستاير كده عشان اغير. ففي واحده صاحبتنا اسمها ام عمرو فبتقول لي بتقول لي انت هنا، بقول لها انا جايه اغير هدومي، اشتري لبس. فقالت لي طيب، قعدت تسلم عليه وقالت لي وبهات الدكاتره معاكي، مع ان انا ما عنديش غير واحد بس دكتور. قالت لي وبهات الدكاتره معاكي. فانا قلت لها خلاص انا هاجي وهجيب الدكاتره معايا على اولادي، يعني هي قصدها على اولادي. وبعد كده جوزي بيقول لي انت جبت الشنطه معاكي؟ قلت له لا انا ما جبتهاش، الشنطه في العربيه. فقال لي طيب انا اروح اجيب الشنطه واجي. فهو راح يجيب الشنطه وجه ادانا الشنطه. وبعد كده انا بقول له احنا هنروح معاك، هو ما رضيش ياخدنا معاك، ركب العربيه ومشي. فمش عارفه ايه ده. حاضر. طيب شكرا لحضرتك على الاتصال، اسمعينا كده من التلفزيون وخير ان شاء الله. اول حاجه ربنا يتولاك برحمته ويهدي لك عيالك يا رب. انا عايزاك تقصدي باب ربنا في عيالك، لان مفيش حد واقف جنبك خالص، وخصوصا الولد اللي كان رفيع ده هيمر بمشكله، ومحتاجه منك تكون الام والاب في ان واحد، وتخلي بالك منه وتراعيه، وما تلجئيش لحد غير ربنا بس، هو الوحيد اللي ياخد بايدك. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله محدش هيشمت فيك في تربيتهم خالص. والله اعلم. والله اعلم. طيب مشاهدينا الكرام، طبعا بستمر مع حضراتكم في استقبال التليفونات والمكالمات، بس عايز اقول ملاحظه صغيره. اتمنى من اللي كلمنا يا جماعه انه يقول لنا على اسمه، لان ده مهم كمان بالنسبه لنا. فيعني اتمنى ان اللي بيتصل بينا يعرفنا، سواء يعني يقول لزمايلي في الكنترول او اذا طلع معانا على الهواء وانا سالت، فاتمنى يقول لنا اسمه ونكمل اتصالات معاكم كده. وفي معايا اتصال جديد معايا على الخط، ام محمد. ام محمد سلام عليكم. الو صحه وبركاته. اهلا بيك يا ام محمد، اتفضلي. ام محمد وقت التلفزيون واسمعيني من التليفون على طول بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. لو سمحت اكلم استاذه منى. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا ام محمد؟ الله يخليك. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي انا بشوف احلام كثيره قوي، بشوف على طول الميتين على طول جايني، قرايبنا جد وابويا وست على طول. ودايما اشوفهم يعني في البيت، يا اما اكل يا اما شرب، يا اما اشوف البيت رابقه وبطبخ لحمه وحاجات كتير بقالي شهور. والمره اللي عدت دي كانت عيانه يعني، وكان دينا شويه تعب كده، فشفت واحده اللي هي ام حماتي فداني في البيت
وطلع واخده عدانه مليانه دقيق فخدتها ومشيت. وبعد كده شفت برضك ابويا قبل كده بيضربني في الحلم، ابويا متوفي وبيقول لي ما جبتليش العبايه. وبشوف يعني على طول من يعني بقالي حوالي من سنتين من قبل ما توفى ابويا اشوف الحلم ده. طيب حاضر حاضر. احلام كتيره، يا اما اشوف عندي بصي ربكه ولما قرايبنا واحنا يا اما طبيخ يا اما لحمه يا اما فرح على طول. الحاجه الثانيه ان انا دايما يعني بصي حكايه الميتين دي على طول، ممكن لو غمضت عيني بالنهار كده اشوف برضه. وماله دي تذكره ليكي بالاخره، وماله دي حاجه حلوه مش وحشه، ما تخافيش. خير يا ام محمد ان شاء الله خير. اسمعينا كده من التلفزيون وما تقليش، وادي كده شويه وان شاء الله باذن الله خير. اسمعي الاستاذه منى من التلفزيون. طبعا هو ده امر طبيعي، احنا كلنا ملهيين بالدنيا واحوال الدنيا والاكل والشرب والعيشه والمعيشه والعيال والكلام الفاضي ده كله يعني. ونسين اخرتنا، بس هي بس اللي ربنا بيحبها فبيفكرها بالاموات وبيفكرها بكده. وحط حط حط الاخره برضو جواكي، وزي ما احنا حاطين الدنيا وانشغلت الدنيا، لان الدنيا من فاته، فدي تذكره من ربنا لك لانه هو بيحبك، عايزك تفتكر الاخره عشان تعملي كل حاجه كويس. طيب يعني ده ما فيش شيء يقلق يا ام محمد، دي تذكره من ربنا سبحانه وتعالى لحضرتك بس عشان مشاغل الدنيا. عايز اقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام ان اللي بيتصلوا بينا وبيكون في لهم حلم ممكن تكون الاستاذه منى مش هتقدر تفسره على الهوا زي مدام ناديه كده، وانا عارف ان اللي بيتصل بيبقى ملهوف عشان يعرف تفسير الحلم، فبتمنى تقدروا تتواصلوا معاها على الخط الساخن خارج طبعا البرنامج. رقم الخط الساخن من اي محمول 1756، والرقم الداخلي هو رقم 2. واتمنى من حضراتكم بعد البرنامج تدونا بس فرصه لمده ساعه تكون الاستاذه منى روحت وتقدر تستقبل تليفوناتكم. بتواصل مع حضراتكم وبنستقبل باقي التليفونات. معايا اتصال للحاجه نجاة. حاجه نجاة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا حبيبتي، انا اختك منى حبيبتي، اتفضلي. الله يخليك. والله انا حلمت مره كده كانت شغاله بتنظف السلم، وبعد ما نظفته قمت انا لقيت عندي في قلب الشقه بتاعتي شويه كلاب كده قاعدين، ومنهم كلب اسود كده قاعد وكلهم معاهم عيال صغيرين وعمالين يعني يلعبوهم. عمالين ايه؟ وبعدين الكلب الاسود ده، في كلب اسود كده يعني هو اللي باين قوي، قاعد يزغزغ يعني لاعب كده الكلاب الصغيره، والكلاب الصغيره دي بتعمل صوت زي البني ادمين، زي ضحك الاطفال الصغيرين. وبعدين قمت انا ببص كده انا مش عارفه، لقيت الباب مفتوح، لقيت على باب الشقه عندي وهي لسه منظفه وكده، لقيت في زي مكتبه، والمكتبه دي يعني مكتبه قديمه كده ومليانه كتب، وحتى على السلم اللي طالع في الدور اللي فوق، ولقيت لعبه كبيره كده. قمت انا لقيت اطفال ومع مامتهم طالعين بقول لهم اللعبه دي بتاعتكم؟ قالوا لا. قمت انا نزحت الحاجات دي يعني نزحت كده الكركبه دي ودخلت، بصيت لقيت قطه دخلت سودة ومعاها قطه ابيض. وبعدين انا قلت يا لهوي هو البيبان مقفوله ولا لا؟ البيبان مقفوله، ولقيت البيبان كلها مقفله بتاع. طيب اعتقد احنا يعني فقدنا الاتصال مع الحاجه نجاة، انا بعتذر لحضرتك يا حاجه، واسمعينا كده لو نقدر نقول لها حاجه. حاضر. يا القطط والكلاب والجماعه اللي هي شافتهم دولت كلك بيدل على اني محتاجه رقيه شرعيه، وحاولي تحافظي على نفسك كده، وبلاش موضوع الزهق كده عماله على بطال كده، وخصوصا بالليل. واعملي نفسك رقيه شرعيه والاذكار اللي احنا متعودين عليها وسوره البقره، وان شاء الله ربنا يحميكي من كل شر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني اتمنى يكون التفسير وصل للحاجه نجاة. مشاهدينا الكرام هنتواصل معاكم ونكمل حلقتنا، لكن هستاذن حضراتكم في ان احنا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، ما تغيروش شاشتنا، انتظرونا بقى. مشاهدينا الكرام رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل، ما زلنا متواصلين معاكم استقبال تليفوناتكم. حابب افكر حضراتكم قبل ما نبدا في استقبال التليفونات مره ثانيه، اللي حابب يتواصل مع الاستاذه منى طلاق خارج وقت البرنامج في استشاره او تفسير حلم او علاج يقدر يكلمها من اي محمول على 1756، والرقم الداخلي هو رقم 2. ارقام تليفوناتنا وارقام الاس ام اس هتلاقوها موجوده على شاشتنا طوال الحلقه، وهنتواصل معاكم ان شاء الله الى نهايه حلقتنا. ناخد اس ام اس سريع كده. استاذه منى معايا رساله بتقول انا حلمت من 3 شهور ان جوزي لبس لبس ابيض وكان محبوس في القسم. لا هو ان شاء الله بيدل على انفراجه ماليه جايه له، وبيدل على حجته بامر الله واللي هو عايزه ينول، بس محتاج الصبر ومحتاج يرضى بما قسم الله له. طيب كلنا يا رب ان شاء الله نرضى بما قسم الله لنا. ناخد اس ام اس ثانيه بتقول السلام عليكم، كنت يوم انتخابات الرئاسه حلمت ان واحد جاني
او جالي وقال لي ان محمد مرسي هينجح واحمد شفيق مش هينجح، علشان يعني ان نجح هيرجع عصر مبارك، ده جاله في حلم. طيب ما هو فعلا هي رؤية كده، رؤية اتحققت يعني ان هو الرئيس محمد مرسي مسك وخلاص يعني. يعني رؤية ملاش تفسيرها، حاصل يعني على ارض مبينة الواقع يعني خلاص مبينة. نرجع مشاهدينا الكرام لاستقبال تليفوناتنا مرة تانية. معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك يا فندم، مين معايا؟ ماجدة احمد. استاذة ماجدة اتفضلي يا فندم. ممكن اتواصل مع الاستاذة منى لو سمحت؟ اتفضلي يا حبيبتي معاكي. السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا عندي ابن اختي في الحقيقه يعني مشي بقاله 10 سنين. يعني كان بياخد حاجات كده وبعدين نعالجه ويرجع، نعالجه ويرجع، وبعد كده ايه كلنا اتفقنا ان احنا مالناش دعوه بيه تاني، فخد على خاطره فمشي ما عرفناهوش، يعني مش عارفين طريقه لغايه. بس انا محتاجه افهم حاجه بس، يعني ايه عنده حاجه؟ مريض يعني؟ لا لا, لا. يعني برشام ادمان يعني. تمام. ما انا ايوه وبنعالجه ويرجع تاني ونعالجه ويرجع تاني بعد كده ان احنا مالناش دعوه بيه. بعد كده هو مشي وسابكوا خلاص. مشي من 10 سنين ما نعرفش عنه حاجه. تمام. فحضرتك انا حلمت الليله دي، معلش هو حلم مقرف شويه بس مش عارفه يعني. اتفضلي يا فندم اتفضلي. حلمت ان هو اختي جايباه طفل صغير عمره 3 سنين. فجايه من عند الدكتور، احنا كلنا في بيت والدي انا واخواتي، فلقيتها راجعه بيه. اختي دي سنها كبير، هي ظاهره في الحلم ده انها صغيره، شعرها لمادي الحصان كده واسمر غير طبيعتها يعني في سنها حالي. فهي راجعه بيه 3 سنين، هو دلوقتي حاليا عمره 38 سنه. واللي هي راجعه بيه دي امه؟ امه راجعه بيه طفل عنده 3 سنين. فجايه من عند الدكتور بيه، فبتقول ان هما بيقولوا ان عينيه، عين من العينين هتضمر ومش هيشوف بيها. فحضرتك ايه احنا اتأثرنا كده، فالولد سابها دخل الحمام فبيتبرز. فانا دخلت انا الاخرى فاتبرز في مكان سابه وراح منقول يعني في نفس الحمام، بس مش في القعده، القعده مش كومبينيشن، لا قاعده بلدي. فهو مش اتبرز في القاعده دي، لا اتبرز يعني ايه بره المكان بتاعه، على البلاط يعني، على البلاط بتاع الحمام تقريبا. تمام. فزي ما تقول بس مش حمام، شكله زي ما يكون في صاله، القاعده دي في صاله كده. فزي ما تقول لحضرتك اتبرز واتنقل في مكان تاني عشان يكمل. فانا دخلت اتبرزت في نفس المكان اللي هو اتبرز فيه. فزي ما تقولي حضرتك والامه بتقول لي انت فين بندور عليكي، قلت لها بعمل حمام. فلقيتها بتقول لي، لقيت ماما انا بعد ما اتبرزت، فانا ببص كده لقيت ايه يعني تبرز وتبرز، فانا مش عارفه انهي بتاعتي علشان ان اشيلها. فرحت شايله بايدي كده بسيف ايدي اللي هو بسبع السبابه كده بايدي، فبغسلها، فلقيت ماما بتقول لي وريني ايدك كده، فبقول لها اهو. فلقيت ماما بتقول لا التبرز بتاعه كويس، هيخف هيخف. انا عارفه ان ماما بتطمنها وخلاص، انا شايفه في عينيها انها مش عارفه حاجه. هي بتطمنها ان ابنها هيخف هيخف. فزي ما تقول انا مش شايفه في عين امه. طيب انقطع الاتصال مع الاستاذه ماجده. انا بعتذر لحضرتك استاذه ماجده، نقدر نقول لها حاجه لو هي يعني اسمعينا من التلفزيون يا استاذه ماجده كده؟ اول حاجه ويا ريت يدوروا عليهم، محتاج لهم جدا جدا جدا، وبيدلوا على انه عقله هيبدا يتلف نهائيا لو هو ما لحقهوش. وعلى فكره انتم ممكن تسالوا عليه على اصحابه اللي كانوا قريبين منه جدا، لان في واحد منهم عارف مكانه، وينبكوا صحاب حتى لو تجيبوه لو هتودوه مستشفى وتحبسوه فيها ارحم له من اللي بيحصل له دلوقتي، لان هو دلوقتي تعبان والله اعلم ايه اللي بيه. بس انا شايفه ان في نهايات ليه في حاجات معينه. يا ريت تلحقوه ضروري ضروري، وعلى فكره في حد من صحابه يعرف مكانه. طيب استاذه ماجده اتمنى يكون التفسير وصل لحضرتك، حاولي حضرتك انت واختك كده تدوروا عليه وتلاقوه، وحتى لو اتحبس هيبقى ارحم اللي هو فيه دلوقتي. ألف مرة. ربنا يعني يعافينا جميعا ان شاء الله ويعفي المسلمين كلهم. هنكمل اتصالاتنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. في معايا اتصال جديد، معايا على الخط استاذه ايناس. استاذه ايناس السلام عليكم. وعليكم السلام. الو. ايوه اهلا بحضرتك.
ازيك يا منى؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا انس؟ ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير وحشاني. انت اكتر والله. ربنا يخليك يا استاذه منى. انا بقالي بقول لك اسبوع بحاول ان انا اتصل بيكي مش عارفه خالص، لا على الخط الساخن ولا هنا. والله ما هو بايدي يا انس، والله ما هو بايدي. معلش يا حبيبتي، معلش يا انس. اتفضلي يا حبيبتي. بعد اذنك بس انا عندي حلمين بس بالله عليك اقولهم علشان مش عارفه اوصل لكم خالص يعني. حاضر يا حبيبتي. هو اول حلم هي واحده صاحبتي اللي حلمته. حلمت بجدتها، هي متوفيه بقالها شهرين، حلمت بيها انها جات لها انها قاعده مع مامتها كده، فمامتها بتقول لواحده دي تعبانه وبتموت. فسمعت بعدها بشويه حد قال لها ستك ماتت. وهي ستها عايشه اصلا؟ لا ميته، ما هي متوفيه بقالها شهرين. وشويه قامت صاحبتي دي بقى قامت قالت لاخوها ستك ماتت. ماشي. رجعت البيت اللي هي بقى ايه كانت عايشه فيه، فلقت ناس كتير تحت ونور كده متعلق والنعش بتاع ستها خارج. فجت تكشف وشها، لقت وشها حلو وعينها مرسومه كده. فبتقول لها، قامت جدتها صحيت فبتقول لها ادعكي لي ايدين. خافت ما رضيتش تدعك لها ايديها، فمرات عمها واقفه قالت لها ادعكي لي ايديا، برده ما رضيتش تدعك لها ايديها. ابنها كان جنبها انبسها. قامت بعدها بقى مشيت، قامت لسه تلعبها السمره وقامت مشيت. طب بصي يا الناس، هم كانوا متضررين منها في الفتره الاخيره؟ ايه مش سامعه. كانوا متضررين منها في الفتره الاخيره؟ كانت تقيله عليهم؟ لا 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 خالص، لا ما كانتش تقيله عليهم؟ لا، اصل هي ان هم يمسكوا ايديها فده بيدل على ان هم يعني زي ما يكون يعني في حد كده ارتاح بسرعه. في حد ايه؟ ارتاح يعني بسرعه وكده او حاجه زي كده يعني. مرات ابنها، هي ممكن تكون مرات ابنها؟ ممكن. الله اعلم يعني، ممكن الله اعلم. مش دي اللي احنا نعرفها يا استاذه ايناس. بس افتكروها وخلوهم يطلعوا صدقه عليها، لان هي لما هي الحمد لله هي كده بخير عند ربها الحمد لله ونحتسبها كذلك. اما ان هي تقول الايد ومش الايد فدل على ان خلي ابنها او بنتها تطلع لها حاجه لوجه الله. زي ما هي ادت لهم وعايشين في خيرها وعايشين في بيتها يطلعوا لها حاجه لوجه الله. كملي اتفضلي. ماشي. طب اللي معلش الحلم الثاني، صاحبتي برضو حلمت بجدتها تاني يوم. انها هيها حلمت بجدتها هيها دي. انها تاني يوم لقيتها نايمه على ظهرها تعبانه وجنبها الدكتور، فبيقول لها انت ليه تعبانه ليه؟ ما تقومي بقى ايديكي خفت. فبتوري له ايديها، الدكتور بيشوف ايديها، ايديها معوجه. فما لا مش قومي بالسلامة بقى، ده انت العملية نجحت. بس يعني طيب. ان شاء الله الوصية توصل لهم وهيتعدلوا كده ويفكروا فيها ويطلعوا حاجة لله عليها، ونفس الرؤية الأولانية الخير اللي هم موجودين في داخلها هي. ويا ريت محدش ينساها يا إيناس، وعاش من سمع صوتك يا إيناس. شكرا ليكي يا أستاذة إيناس. طب ثواني معلش، ممكن أقول حلم كمان؟ معلش آخر حلم صغير. طب أنت كده هتخالفي الاتفاق بس بسرعة. معلش آخر مرة. فضلي. أنا والله بقالي أسبوع. معلش يا إيناس اتفضلي. طيب حلمت النهارده الصبح بواحده جارتي ان انا رحلها وبسلم عليها وبتقول ده انا ماشيه. جارتك دي عندها كام سنه؟ ايه عندها كام سنه؟ عندها يعني 40 45 سنه. قالت ماشيه رايحه فين؟ مش عارفه، بس انا زعلانه جدا انها ماشيه وعماله ابصها واحضن فيها وزعلانه قوي قوي انها ماشيه. بقول لها يعني انا معلش هي رايحه فين؟ وعينيها مدمعه كده وانا ببصها وهي زي ما يكون مش عارفه. مش والله مبسوطة. يا ناس انت عارفه تفسير الرؤيه؟ ايه انت عارفه تفسير الرؤيه؟ انا ازاي بقى هقول لك؟ طيب اسمعينا من التلفزيون كده والاستاذه منى هتقول لك تفسير الرؤيه. انا بشكرك على اتصالك بينا استاذه ايناس، وخير ان شاء الله. ايناس دي صديقه البرنامج على فكره، ومن الشخصيات الحلوه. اول حاجه ايناس روحي لاولادها خلوهم يهتموا بامهم، ودايما يخلوها تتشاهد ودايما تقول لا اله الا الله قبل ما تناموا يهتموا بيها. وصلت لك يا ايناس؟ طيب اعتقد كده وصل المعنى لاستاذه ايناس. وعلى يعني استاذه منى بتقول انت فاهمه المعنى واصل ازاي. مشاهدينا الكرام بنتواصل مع حضراتكم، بس ارجوكم نلتزم بالاتفاق بتاعنا، يبقوا حلمين ماكسيمم اكتر حاجه نقدر ناخدها عشان ما يفصلش الخط على حضراتكم وتزعلوا من هنا. ضغط الاتصالات بيخلي الخط يروح فاصل بعد وقت معين عشان يستقبل الخطوط الثانيه. خلينا نكمل اتصالات. معايا اتصال جديد. استاذه روضه سلام عليكم. استاذه منى. طيب استاذه منى سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم منى طلاب بعد اذنك؟ اتفضلي يا حبيبتي معاكي.
انا لو سمحت انا دايما على طول بحلم ان جوزي بيخوني مع اختي اللي هي الكبيره اكبر مني. جوزك بايه؟ بيخوني مع اللي اختي اكبر مني. مع اختك الاكبر منك؟ ايوه. اه هي في مشكله بينك وبين اختك ولا حاجه؟ لا هو انا شاكه فيها اصلا. بس في غيره بينكم كده. شايفه ان في غيره بينكم في حاجه. ايوه. طيب يا استاذه منى يعني انا بشكرك، هتصلك اسمعينا كده من التلفزيون والتفسير هيوصل لحضرتك ان شاء الله من الاستاذه منى طلاب. بصي يا حبيبتي، اول حاجه المشكله مش مشكله جوزك، المشكله مشكله اختك، فحاولي انك على قد ما تقدري ان تبعدي جوزك عن اختك، لان هو ما باليد حيله، هو ملوش دعوه باللي بيحصل ده كله، بس ربما تكون هي بتضايقك في حاجه معينه، لان هنا الخيانه لما الجوز هو اللي بيخون وكده، فبتدل على ان هي التانيه هي اللي بتعمل حاجه عشان تضايقك انت، بتستفزك يعني. فحاولي تكوني انت صبوره كده وخليكي وما تقلبيش على جوزك خالص خالص خالص، لان الوقت مش وقتك انت، مش لمصلحتك انت، فما تحاوليش تضايقي خالص. طيب يعني اتمنى يكون التفسير واصل. ناخد تليفون جديد معايا. ام جنى. ام جنى السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك؟ اتفضلي يا فندم. ازيك؟ اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا زمان؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك. معلش لو هطول عليكم شويه بس تستحملونا يعني. طب يا حبيبتي اتفضلي. بقول لحضرتك، وانا اتصلت بحضرتك الاربع اللي فات وكنت حكيت لك حلم. اتفضلي. فهو انا عايزه افسر على حاجه معينه بس في الحلم. حاضر. حضرتك كنت انا حلمت ان مثلا حد بيقول لي في الحلم ان بنتك هتموت ودمها هيبقى كتير. ودمها هيبقى كتير؟ هو ده يعني معناه في حاجه يعني؟ لا يا حبيبتي ما فيهوش حاجه. انا هي بنتك عندها كام سنه الاول؟ هي عندها سنه وسبع شهور. طيب انا قلت لك حاولي ان انت تشوفي تصرفاتها وتشوفي طريقتها وتشوفي لو فيها حاجه ظهرت فيها تعب ولا حاجه، روحي بقى للدكتور. فعلا هو في، بس انا خايفه عليها بصراحه. لا ما تتجاهليش الامر، ربما ده يكون سبب، ده يكون سبب، فحاولي لو فيها اي حاجه باينه عليها لو بسيطه يعني ما تسيبيش الموضوع وتقولي هتعدي، لا روحي للدكتور وشوفي الدكتور هيقول لك ايه، وربنا يخليها لك يا رب، وطول عمر ما تقلقيش ربنا يخليها لك يا رب. طيب ما بعد اذن حضرتك في حلم كده؟ حاضر اتفضلي. هو انا كنت حلمت، انا اصلا في الاصل كنت طالبه عند جوزي يعني واتزوجنا يعني. فانا حلمت ان في بنات كده كتير وجوزي قاعد في وسطيهم. وفي واحده زي ما اكون بتسرح له شعره. وشعره طول كده وبقى تقيل يعني. وبعدين لقيتهم في واحده تخينه واحده رفيعه جت عندي في الشقه، وجايين زي ما اكون مستنيين وعايزين يعرفوا معلومات عنه. يعرفوا معلومات عنك انت؟ لا عن جوزي. عمالين يسالوني عليه. وليه ده احنا بنهزر معايا، ده احنا بنتكلم معايا. قلت لهم ما انا عارفه الحاجات دي يعني، ما انا كنت طالبه زيكم وعارفه الحاجات دي. وبعدين لقيتهم دخلوا اوضه نومي وقفوا قدام التسريحه بتاعتي وفضلوا يتزوقوا يحطوا روش كده وكحل وحاجات من دي. طب ودي شخصيات فعلا انت عارفاها في الواقع؟ لا ما اعرفهمش. ماشي. وبعدين لقيت نفسي داخله الحمام في شقتي، بس لقيت حمام بلدي متوسخ. وبعدين قمت جايه اجر بالمساحه المايه اللي في الحمام، لقيت راجل عجوز دخل عليا الحمام ما اعرفوش برضه. لابس كده عبايه بيضه بس الابيض بتاعها كده مش زاهي زي ما اكون ابيض كده مايل للبيج. وشال ابيض ولقيته شابك رجليه الاثنين على بعض. ويعني سوري يعني في الكلام، عمل الحمام على الارض يعني. وثلاثه صفار بيض. على الارض. لقيتني طالعه من الحمام على بيت والدي يعني، يعني انا كنت في الحمام في شقتي، طلعت في الصاله في بيت والدي. ولقيت واحده ست عجوزه قاعده ما اعرفهاش برده، قالت لي معلش اصله عنده برد وبينزل منه دم. ولقيته عامل برضو حمام في السجادة عند بابا، مية برضو وصفار بيض بس متفعص في الأرض يعني. ده الحلم الأولاني بعد إذنك يعني. طيب طيب بص بص يا أم جانا مش كده؟ أم جانا. بصي يا حبيبتي أنا عايزاكي تخلي بالك من نفسك، لأن ربما تحصل مشكلة خفيفة كده من غير ما جوزك يقصدها يعني وكده، وهتحاولي تعديها. ولو أنت حاسة إن في حد مش طبيعي حواليكي بيعمل لك حاجة، اعملي رقية شرعية لنفسك ودايما حصني بيتك وحصني جوزك. انا بصراحة عايزة اكلم حضرتك في الموضوع ده. انا شايفة ان في حد بيعمل هنا حاجة مش مظبوطة ليك، عايز يبوظ لك حياتك خالص. ما هو فعلا انا متجوزة بقالي 3 سنين. وانا عندي سلفة تحت مع حضرتك. فبنلاقي مية انا وجوزي مكبوبة على السلم، مية لونها احمر كده. وبعدين فجوزي قبل كده يصلي لنا صلاة استخارة، وصلاة استخارة لقى من بيت يعني اخوه اللي تحت طالع تعبانين عندنا، ومرات اخوه بتحط له حاجه تحت المخده. بس كده صح، لان هنا صفار البيض اللي معمول في الحمام والراجل اللي لابس الجلابيه البيضاء اللي مش حلوه ده، واحد حد راح له عمل لك حاجه من الاخر. ما انا بقول لحضرتك ما هو كده، احنا فعلا لقينا ورا السرير ميه زي ما يكون دم كده على الحيطه. وقرينا ميه بقران وكان ريحته وحشه قوي وراح. ده من اول الجواز احنا على طول في الحاجات، لان لان في يعني حد مستخسر نقرا قران ونعمل رقيه شرعيه. بالله الحاجات دي على طول معانا. لان في حد مستخسر عيشتك يا مجانا خالص فيكي. نعم. حد مستخسر فيكي العيشه بتاعتك. ما هي سلفتي والله، ما جودي صلى استخاره لقاها كده. طيب ام جانا انا طبعا مش هنعرف نطلع من البيت يعني ولا كده،
لا كل حاجه لها حل. حاضر. طيب كل حاجه. مش انا بصي اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا رايي كلمي الاستاذه منى على الخط الساخن. طب اقول لحضرتك بعد اذنك، يعني انا كل ما اكلمها بلاقيه مشغول مش بعرف. معلش والله ما بايدي يا ام جانا. حاضر غصب عنها والله. حضرتك معلش يعني لو بطول عليكم. لا والله عادي مفيش مشكله. دلوقتي بنتي، بنتي يعني فقدت النطق وما بتكلمش. طيب. يعني كانت بتنطق وبتتكلم دلوقتي فتقت النطق خالص. ما هي الدنيا بايظه حواليك خالص يا مجانا، الدنيا بايظه حواليك خالص. عشان كده يا مجانا بقول لك انا عليها بصراحه، انا طيب. عايزه تموتها ولا حاجه. لا يا لا حبيبتي لا 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 ان شاء الله باذن الله خير يا مجانا. انا عشان كده بقول لحضرتك تواصلي مع الاستاذه منى على الخط الساخن، يعني معلش لو بتلاقيه مشغول فده برضو مش في ايديها، حاولي مره واثنين وثلاثه. وبعد اذنك يا استاذ هاني، يا جماعه اللي بيتصل ويلاقي التليفون مشغول ما يفضلش يرن كل شويه كل شويه، لان استنوا شويه ادوا وقت. استنوا حتى ربع ساعه قبل ما المكالمه تدخل. انا عارفه اول ما بمسك التليفون يا استاذ هاني بتيجي مثلا مكالمه بيجي وراها بتاع 10 مكالمات فائته وكده، فانا عايزاكم تصبروا شويه وترنوا، وان شاء الله التليفون هيبقى فاضي بامر الله. وانت يا مجانا ما تخافيش وربنا يخلي لك بنتك، وان شاء الله كل حاجه تتحل بامر الله باذن الله ان شاء الله. حاولي تكلميها على 1756 ورقم الداخلي رقم 2. بشكرك يا ام جانا على اتصالك بينا. نكمل التليفونات مع حضراتكم. في معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا اللي كنت معاكم من شويه. استاذه ماجده. بقول الحلم قطع. بقول يا استاذه هاني اتفضلي. الحلم قطع من غير ما اكمله ولا سمعت حتى تفسير. اللي هو بتاع ابن اختك. حاضر. ايوه حبيبتي. طب كمليه يا حبيبتي. طب قولي لهم والنبي ما يقطع الاتصال بعد اذن. حاضر وصيني يا استاذ هاني. مش حاضر. مش مننا والله. اتفضلي اتفضلي يا استاذه ماجده. طب انقطع الخط التاني، هو من عند حضرتك مش من عندنا والله. هي بس التليفون. معلش انا بعتذر لك. طب نقول لها تفسير تاني اللي انت يعني. بص يا حبيبتي دوروا عليه، لان واضح ان الراجل ده فيه ضمور ليه هيحصل في مخه ولا حاجه. وانا بقول لك دوروا عليه، وفي واحد صديق لي قريب ليه خالص يعرف مكانه. خدوه بالراحه لغايه ما تجيبوه. لو تحبسوه في المستشفى اكرم له من بدل اللي هو بيشوفها دلوقتي. طيب استاذه ماجده اتمنى برضو التفسير يكون وصل لحضرتك مره تانية. يا جماعه انقطاع الخط والله مش مننا، بس لان بيبقى فيه مكالمات كتير وحضراتكم بتطولوا المكالمه فاوتوماتيك هو بيفصل الخط، عشان بيبقى فيه يعني. انا عايز اوصل لحضرتكم بس صوره صغيره. المتصل بيكون معانا على الخط بيكلمنا على الهواء، بيبقى فيه ثلاث مكالمات تانيين على الهولد موجودين، ولهم اوقات معينه لان في كم اتصالات معين البداله او السويتش اللي موجود بيسمح باستقبالها. فارجوكم احنا ما بنقطعش التليفونات على حد والله، وبعتذر للجميع. معايا اتصال تاني. معايا ام مشاهد. ام مشاهد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام مشاهد وعلي صوت حضرتك شويه سريعا. ممكن اكلم الاستاذه منى؟ اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا ام مشاهد. ازيك يا استاذه منى عامله ايه؟ بخير يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. انا كنت عايزه احكي لحضرتك بس منام شفته فقلقانه منه شويه بخصوص بنتي. انا شفت منامي ان انا كنت عندي سمك مشوي ومقلي وكده وانا قاعده باكل، وبعدين والدتي جت فاكلت معايا، وبعدين مرات خالي جت ووالدتي كانت بتاكل وكده، فقالت الحمد لله وخلاص بقى مش هاكل وكده. فاللي فهمته منها ان سابت يعني عشان تسيب سمك لخالي وكده، فسابت ثلاثه كان في سمك مشوي ومقلي. وبعدين اخذت مرات خالي وانا ورحنا معاها رايحين المسجد، رايحين نصلي وكده، فانا ما كنتش متوضيه، هما دخلوا يصلوا على طول. وبعدين خالي جه ورانا بقى واحنا في الطريق شفته جاي ورانا وكده. هو انت صليت يعني من غير ما تتوضي؟ كنا رايحين المسجد. انا كنتش لسه متوضيه، فانا قلت اروح اتوضى الاول. يعني انت اتوضيتي؟ ما انا هقول لحضرتك. فانا دخلت عشان اتوضى، وبعدين بناتي كانوا معايا فدخلت اتوضى، وبعدين بنتي دخلت الحمام الصغيره عندها 4 سنين ونص فبرزت يعني وكده في الحمام، وكمان فوق الحنفيه فاتضايقت قوي، قعدت ازعق فيها وكده، وقلت خلاص بقى اغسل لها هدومها، هي كده كده هدومها مبلوله فاغير لها اغسلها لها كده كده هغسلها. فغسلتها ونضفتها وكده، وعشان نروح نصلي كده واخدها معايا. فوانا في الحمام بنضف لها وكده، في اتنين رجاله واقفين بره قدام الحمام. كان في سيدات تانيه بتتوضى فخرجت، فبعدين الاتنين واقفين دول زي ما يكونوا مستنييني وكده، فانا كنت خايفه منهم وكده. بعد ما خلصت لبنتي ونضفتها وكده وبلبسهم، وانا بلبس بنتي الصغيره على اساس هي اللي عامله الحمام كده، فلقيتني بعد هدوم بنتي الكبيره كان هي اللي كانت عامله يعني. بلبسها هدومها كويس وكده، فلقيت الاثنين دول. فبعدين رحت مزعقه فيهم، قلت انتوا واقفين كده ليه؟ لو حد دخل دلوقتي هيقول ايه وكده. فدخلت سيده عجوزه كده ومعاها واحده كمان عشان يتوضوا، فقالت لي صح انا ممكن اتبلى عليكي وكده. فراحوا هما ماشيين، فعدلت بنتي لبسها وكده وخرجت. فقلقانه قوي من حكايه ان هي اتبرزت مش كويس، ومش في الحمام نفسه يعني، حوالين الحمام وكده وفوق الحنفيه وكده. بس انت في الاخر ما توضتيش.
مش فاكره بقى اتوضيت ولا، بس على اساس انه رايحه اصلي يعني كاني متوضيه ورايحه اصلي، بس ما شفتش نفسي وانا بتوضى، على اساس هاخدهم خلاص ونروح نصلي. حاضر يا حبيبتي. حاضر. طيب يا ام مشاهد بشكرك على اتصالك بينا، اسمعينا من التلفزيون وخير ان شاء الله. استفسار صغير حضرتك. اتفضلي. استفسر بس استفسار صغير. اتفضلي يا حبيبتي. ان زوجي شاف بنتي وهي لابسه فستان افراح كده ابيض ومعاه بيتهم القديم، وبعدين بيلعبوا كده بيلعبها بتلعبوا جامد وكده، فقال لها فانا رحت له كده بقول له يلا عشان نروح المول وكده، راح قال لي لا ده في فرح احنا هنروح الفرح وكده، وان هنروح فرح ما رحناش لا فرح ولا المول ولا اي حاجه. فانا من حته الفستان الابيض اللي هي لابساه ده في المنام. وهي شاهده عندها كام سنه؟ عندها 7 سنين ونص. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها لك. شكرا ليك يا ام مشاهد، اسمعينا من التلفزيون وخير باذن الله. هو ان شاء الله هي الرؤيه اللي هي قلقانه منها ان في امر بس مش هينقضى دلوقتي، هيتاخر شويه، بس دخولك المسجد ان شاء الله بيبشرك بالامر اللي فيه هيمشي وكل حاجه، بس هيتاخر شويه، وربما تكون في بعض المتاعب في حياتك تعباكي دلوقتي، ولو انت مثلا عندك امل ان هي تتغير الامور دلوقتي لا ممكن تستنى شويه صغيره، بس ان شاء الله طالما دخلت المسجد ففي تغيير للامور. اما الرؤيه الثانيه فبيدور ان شاء الله ان في بشاره طيبه جايه لك، طالما الموضوع ما فيهوش فرح وطبل وهيصه فبيدل ان في بشاره حلوه جايه لك بالامر اللي انت فيه. والله اعلم. والله اعلم. مشاهدينا الكرام يعني انا بتمنى برجو حضراتكم تساعدونا شويه في موضوع الاتصالات، يعني اتمنى حضراتكم لما تكلمونا يكون الحلم تحكوه بصوره سريعه شويه عشان نقدر نستغل الوقت وما يتقطعش الخط على حضراتكم وترجعوا تزعلوا مننا. رجاء نكون سرعة شويه في الحلم وما ناخدش اكتر من حلمين لو قصيرين، ولو حلم كبير يبقى حلم واحد بس، واتمنى نلتزم مع بعض بالاتفاق ده لراحتكم قبل راحتنا احنا كمان. نكمل التليفونات معانا اتصال جديد. استاذه يارا سلام عليكم. السلام. اهلا بحضرتك استاذه يارا، صوتك بعيد جدا. لو سمحت ممكن اكلم استاذه منى؟ اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. لو سمحتي يا مامتي ضاعت منها سلسله ذهب كبيره. وبعدين قرايبنا يعني بيقولوا لها ان انت بعتي السلسله. اللي ايه؟ ان هي بعت السلسله. ان هي باعت السلسله؟ اه. وهي ضاعت في الواقع؟ لا هي ما باعتش، فهي حلمت ان هي واحنا بنعزل من شقتنا في اوضه النوم الكبيره ان هي لقت السلسله، راحت هي قالت لهم شفتوا انتوا ظلمتوني انا ما بعتهاش. بس هو ده الحلم اللي مامتي حلمته. ماشي حاضر. طيب استاذه يارا بشكرك جدا على اتصالك، اسمعينا كده من التلفزيون وخير باذن الله. هي امها والله اعلم اتقولت بكلمه، والكلمه دي مش موجوده ومظلومه فيها، بس هم في الاخر عارفين ان هي ما اتقالتش منها اي حاجه من اللي هي موصله لهم، وفي الاخر هيثبت حقها كويس وهيرجعوا يتاسفوا لها لو حد غلط في حقها من هم من اهل جوزها. طيب خير ان شاء الله. مشاهدينا الكرام انا بعتذر لحضراتكم، يعني هيكون ده اخر اتصال كان معانا عشان نقدر نقول الاس ام اس. يا جماعه انا عندي كميه رسائل كتير جدا اصحابها بيزعلوا مننا والله ما بيلحقوش يسمعوها من كتر التليفونات، فسامحوني وانا عارف ان في اتصالات كتير موجوده. ناخد رسائل سريعه يا استاذه منى. معايا رساله بتقول حلمت ان حماتي بتقول لي ان ربنا هيهدي جوزي ويصلح حاله وادتني بسكوت. البسكوت ده بيدل على المحبوبه لحبيبها او الحبيب لحبيبته، وبيدل على الهدى وبيدل على طيبه المعيشه والمحبه والحلوه والضحك وكده يعني. طيب جميل، بشرة خير كويسه. اس ام اس بتقول ماما حلمت ان رجلي لونها بيضه، كانت بيضه جدا، وقالت لي الحمد لله رجلك خفت. بيدل على حسن دينك وبيدل ان شاء الله مكتوب لك الشفاء من امر معين فيكي، بس محتاجه انك تتواصلي مع ربنا اكتر من كده. طيب معايا اس ام اس بتقول انا حلمت ان في واحد ميت اداني 25 جنيه وزي ما يكون كنا في سوق وفي 3 اشخاص اللي اداني والحلم مش كامل، اتمنى من صاحب الحلم لو سمعنا او صاحبه الحلم يكون يبعته لنا بصوره كامله عشان نقدر نفسره. اس ام اس ثانيه بتقول انا حلمت براجل كسر عليا الباب بتاع الشقه والاوضه وكان هيتهجم عليا. ده بيدل ان في حد، لو انت عارفاه في حد بيتجسس عليكي او عايز يوقعك في غلطه انت ما تكونيش قصدها، فخلي بالك واعملي نفسك رقيه شرعيه لربما ان يكون في الامر شيء واحنا مش واخدين بالنا. والله اعلم. والله اعلم. طيب ناخد اخر اس ام اس سريعه بتقول حلمت ان امي المتوفيه بتقول كانت معايا كيس، قالت لي ايه ده؟ قلت لها يعني دي عبايتي. اللي هنا الكيس بيدل على سرك وسترك في الدنيا، والعبايه بتاعتك بيدل على راحتك واملك وحياتك في الحياه ووجودك واصلك، فبيدل على انك تخلي بالك من نفسك. والله اعلم. طيب مشاهدينا الكرام طبعا وقتنا عدى النهارده مع حضراتكم بسرعه جدا، انا عندي برضو مجموعه رسائل لسه ما كملتش، استنونا اول الاسبوع باذن الله يوم السبت الساعه 12:30 مساء، يعني هيكون ميعادنا مع حضراتكم هنكمل فيها الاس ام اس ونستقبل الاتصالات الجديده باذن الله. بعتذر لكل اللي انقطع عليه الخط او الاتصال بس ده مش بايدينا والله. واستاذه منى بشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا. اتمنى من حضراتكم بعد كده يكون رتم الحلقه سريع واللي بيحكي يحكي بسرعه عشان ما يتقطعش عليه الخط. بشكر كل اللي كلمونا النهارده واستناكم ان شاء الله يوم السبت باذن الله الساعه 12:30 بالليل. تحياتي وتحيات اسره البرنامج، كان معكم هاني الخفاجي، السلام عليكم.
المجد الحي كذا الملك والملك.